الاستراتيجية مدعومة بنظام للمتابعة والتقييم ترتكز على مجموعة من المؤشرات قابلة للقياس. أيتها السيدات، أيها السادة، وفي الأخير لا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد تشكراتي الخامسة مرة أخرى لسيد وزير التخطيط والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني على تعاونهم معنا، وأيضا الشكر موصول للسيدات والسادة ولايات الجمهورية وللسيدات والسادة من فعاليات المجتمع المدني الذين شرفونا حضوريا وعبر تقنية التحاضر عن بعد، ودون هذا الأساتذة والإطارات الذين سيحضرون حضور الجلسة المولية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.